الإخوان وأزرع الإخوان والمتحالفين مع الإخوان اللي كشفتوهم حضراتكم، مش حد تاني. عشان كده التحدي والصمود، وده اللي بيأكد كل يوم ازاي هم فاشلين، واللي بيأكدوه هم من جواهم. ما هم جواهم خلاص الغمر وغيره عملوا ايه؟ فقدوا خلاص، خلاص قال لك احنا بقالنا 10 سنين عمالين نتكلم ونهاتي، ولا حد معانا ولا حد معانا، بالعكس قال لك احنا كمان اللي خلاص. وده راجل كان اتقبض عليه وكان اتحبس وكان وقال لك ولا حد في الاخوه ولا شيء. وهم يقول لك كده، يقول لك كده اي حد، اي حد مش اخواني يدي يعني حصل له مشكله ولا يسالوا فيه، رغم ايه واقف معاهم وقاعد وقاعد كده، احصل لك مشكله يبعوك، يبعوك فورا، ملوكش مش علاقه بيك ولا يعرفك كده، يبص لك من بعيد خلاص احنا مالنا، لانه مش اخوان، لانه مش اخوان مش هيقف معاه. إيه مات، سجن، هرب، اي حاجه مش مهم، محدش يقف معاك لانك مش اخوان. ما هو الاخوان ده هو ده هو بس هو الاخوان بس، لانه الاخوان فقط الذي يستفيد منهم، محدش تاني. عشان كده الاخواني ليه اولويه عنده. يجي واحد اخوان يمسك مكان، فهات الاخوان جنبك، يعمل ايه؟ فازرع الاخوان في الحته الفلانيه، وازرع التاني في الحته، ولما يجي وقتهم هيطلعوا. زي ما حصل 2011 لقيناهم طلعوا، لانهم طلعوا، طلعوا كده من بلعات الصرف الصحي. والله طلعوا صراصير، مش كده بتفتح الباب فتطلع صراصير اخوان، طلعوا انتشروا صراصير كده. انت هم دول قاعد جنبك، ممكن قاعد جنبك في مكتبك ما كنتش اعرفه، بس عرفته، عرفته قيادة كبيرة إخوانية زمان قوي، التسعينات، عصام العريان. وأنا كنت بكتب إيه؟ جماعة الإخوان المنحلة، الإيه؟ المنحلة. فعصام العريان قابلني مرة وقال لي بلاش المنحلة دي، قال لي أصل المنحلة دي مسألة يعني جاية من مسألة يعني، وبيضحك يعني الله يرحمه يعني، بس يعني راجل مات فيعني وعلى فكرة حكيتها وهو عايش، يعني قلت القصة دي وهو عايش، بس بمناسبة الكلام دلوقتي. فقال لي خليها المحظورة، بلاش تكتب المنحلة وخليها المحظورة. قلت له هتفرق ايه؟ قال لي اصل المنحلة دي بتزعلنا كده، والله بتزعلنا. كلمة كان بتفرق معاهم، فأنا كنت أكتب دايما منحلة منحلة زعلهم أكتر وأكتر وأكتر. مرة كان كتبت إنه اتقبض على تنظيم والفلوس بتاعتهم وشركاتهم بحوالي 500 مليون، الكلام ده في 2005 2006 تقريبا في الوقت ده يعني. فكان في البرنامج عصام العريان، كان جاي لنا ضيف وانا وعمرو اديب. فبعد ما خلصنا فبيقول لي النص مليار ده يعني تفتكر رقم كبير ولا صغير؟ قلت له رقم كبير، يعني اتكلم على 500 مليون جنيه ثروه اخوان في عدد من الشركات اللي تم التحافظ عليها وكذا. فقال الرقم ده عندنا يعني؟ قلت له اكيد الرقم دقيق يا دكتور عصام. عصام العريان لم يعلق، لم يعلق. اكتشفنا بعد كده ان الرقم ده نقطة في بحر،